مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين بأحلى عياد المصريين شم النسيم. حلقتنا النهاردة كلها غنى وكلام في الفن. الدنيا ربيع والجو بديع. صوت جميل شجي ياسمين علي. أنا بحب الحاجة اللي ودني بترتاح لها. لو أنا كنت موجودة في الزمن ده كنت هغني الأغاني دي. لحد دلوقتي التمثيل بما تقدمه الآن محقق لك الشغف والسعادة دي؟ يعني أنا بعيد اكتشاف نفسي مع كل دور. نقابل ناس نفارق ناس. اختيارات ياسمين كلها هي الأغنيات الصعبة. حد بيقولي اقعدي بقى الفترة الجاية وما تغنيش خالص. احكي يا راويكي محكى ولاد. الستات كلها كانت قاعده شوف بيعمل لها ايه، بص بنزل ازاي. طلع في غرض في الاخر. اكيد نصاب. يا دي يا دي يا دي المشاعر. انا فجاه لقيت واحده بتحضني تقول لي انت عظيمه، فمامتي لقيتها بتقول لي دي شيرين. صدقي صخر صدقي. كان في نينجا تيرتلز فطبعا خدت انا طريقه من ده. انكل صخر طنط زلطه. حلقة شم النسيم في كلمة أخيرة مع لميس الحديدي الاثنين التاسعة والنصف مساء على On.